سحب يعطيك. ايضا واحد من الناس اللي عنده مليار ونص من اموال المؤمنين والمؤمنات من زمان قديم قدير، سحب يعطيك. يعني انت اليوم تجي ماشي للمطار يلزمك تفهم اللي انت ماشي للايقاف، فالمطار في دولة الحريات المضمونة يصبح المطار أفضل مكان للإيقاف. وعادل الجلمامي أوجز لكم القصة في هذه المنشور. شوفوا شو يقول عادل الجلمامي. قال لكم السحب عتيق تشد عنده مليار وخمسمية مليون، يويني الفلوس؟ سرقها له واحد من داره، يبهوينه السارق بح، والفلوس اللي هزها السارق وين؟ بح. والسحب يعطيك مال علاش موقوف؟ قالك باش يقولوا لنا موقوف، باش يقولوا لنا منين جاب المليار و500 مليون. البح والله البلاد ولات مسخره وملطشه وبهذوا بحالها، حتى في دول الموز والعبث ما سمعناش بهالحكايات المجنونه. زمر هالزقفوني المسطك اعطاك الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صابر النفزاوي تعلق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانقلاب يتصرف بعقلية مكارثية، بمعنى أنه يتصرف بعقلية الملاحقة على الهوية السياسية، وهذا الاستهداف يتوجه أساسا إلى الدوائر القريبة من حركة النهضة. ما حصل مع الصحب عتيق يذكرني بقصة ذلك الواشي الذي قال انه قد تضاع الفيديو الذي يؤكد تورط رشد الغنوشي في تصريح تحريضي او ارهابي او شيء من هذا القبيل. يعني سفاه في سفاه. حقيقه ما نعيشه مضحك، بل حقيقه مثير للبكاء وللسخريه. في ان صوت انقلاب لا تقوى حتى على صياغه او على تطريز بين قوسين قضيه مكتمله الاركان لتوريد خصومها السياسيين. على الأقل في زمن بن علي كنا لا نرى مثل هذه مثل هذا السفاه ومثل هذا مثل هذا الجنون في تلفيق القضايا. حقيقة ما يفعله الانقلاب الآن هو حالة من التخبط، وحالة أيضا من التسقط والتلقط. يعني عندما نرى كيفية تلفيق التهمة لرشد الغنوشي، مجرد تصريح عابر، تصريح تحليلي استشرافي، ليس فيه حتى شبهة تورط في تصريح إرهابي، ومع ذلك لفقت له التهمة. حقيقة ربما يحتاج الانقلاب إلى انتداب كتاب سيناريو مثلا محترفين حتى يستطيعوا أن يصوغوا له سيناريوهات مناسبة وقابل للتصديق على الأقل وللتسويق بين الناس وبين من لهم ذرة عقل وذرة فكر يمكنهم أن يمحصوا ويفرقوا بين الباطل والحق وبين الكذب وبين الخيال. ربما ما نشهده ليس أكثر من الكذب، هو خيال حقيقة. يعني